تواصل الحوارات نحو تشكيل الحكومة المرتقبة، والمصادر تؤكد أن الساعات القادمة ستكشف ملامح حكومة شراكة وطنية. أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، مشاكل العوائل العراقية، والدولة عاجزة عن إيجاد الحلول بالرغم من أنها حلول بسيطة. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وبعد موجة صراعات كانت قد أخرت كثيرا من عجلة التقدم للعملية السياسية، فإن تغير مسار هذه الصراعات والمناكفات باتجاه التفاهمات والحوارات كان قد أعطى انطباعا آخر. يبدو أنه سوف يمهد لتشكيل الحكومة المرتقبة التي تؤكد المعطيات فيها بأن ملامحها ستكشف خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن ذلك ما أكدته قيادات في الإطار الشيعي الذي يتصدر المشهد من حيث الحراك نحو تقارب وجهات النظر مع بقية الأطراف والقوى السياسية التي تجري هي الأخرى اليوم إلى جانب الإطار حوارات مكثفة تشير إلى منعطف جديد ينتهي به المطاف ربما نحو حكومة شراكة وطنية. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، تشهد أسعار العقارات داخل بغداد والمحافظات أيضا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في المناطق التجارية والسكنية أيضا، في وقت تتراجع فيه الخدمات المقدمة لتلك المناطق مقارنة بأسعارها الباهظة. 22 مليون دينار عراقي هو سعر متر العقار بمنطقة الحارثية، أما في المنصور فوصل ل 19 مليون، بينما يسجل انخفاضا في بقية المناطق ليصل ل 11 منها. أرقام تعد فلكية إذا ما قورنت بخدمات تلك المناطق ومثيلاتها في الدول المتقدمة كاليابان وألمانيا. لكن التعطش للسكن نتيجة الأزمة التي دفعت لزيادة العرض والطلب لم يكن بعيدا عن الأسباب التي أدت لارتفاع ناهيك عن غسيل الأموال وتبييضها من قبل بعض الجهات التي لم تستطع تهريب تلك الكميات الكبيرة من المال خارج العراق. إذن مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، مساء يرافقها حراك سياسي لمختلف الأطراف السياسية بهدف الخروج بخطوات حاسمة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تنتظر التوافق السياسي، ويبدو أنه بات على الأبواب من خلال طرح هذه الأطراف والقوى السياسية لمبادرات عدة من شأنها الخروج من بوتقة الخلافات والذهاب نحو تشكيل الحكومة. تقرير نهى الشمري. ما إن بدأ النواب البدلاء استئناف مهامهم البرلمانية بعد أداء القسم الدستوري حتى بدأت ولادة مرحلة جديدة للعملية السياسية، إذ اتجهت بوصلة الفرقاء السياسيين إلى تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد ملامحها بعدما اقترح الإطار الشيعي تشكيل حكومة خدمات وطنية توافقية. فالسير بهذا الاتجاه أصبح شبه متفق عليه في خطوة تنضوي تحت مبدأ إعلاء المصلحة العامة للبلد. أصبحت عملية السعي في تشكيل حكومة من المهمات الملقاة على عاتق الإطار التنسيقي في البحث عن مخرجات جديدة للمشهد السياسي، وأيضا إعادة خارطة التحالفات من جديد حتى الدخول إلى البرلمان تكون دخول قوي ومؤثر ومهم، ولا يعطي فرصة للمتصيدين في الماء العكر في تحجيم دور الإطار التنسيقي. فخلال الساعات المقبلة صرح أعضاء الإطار الشيعي موعدا لتحديد ملامح حكومة الشراكة الوطنية،
وذلك بإطلاق المفاوضات والحوارات بين القوى بمشاركة الكتل أجمع دون إقصاء طرف أو تهميش آخر، إذ يحسم بعدها ملف الحكومة الجديدة وبرامجها التي تمضي عليها. أنا أعتقد انطلقت الحوارات منذ فترة، قد تكون هذه الحوارات كانت حوارات بسيطة، لكن أنا أعتقد سوف تزداد هذه الحوارات مع اقتراب نهاية عطلة الفصل التشريعي وكذلك عطلة العيد، وبالتالي من الضروري أن يكون هنالك حقيقة تسمية، يا أما للنائب الأول لمجلس النواب العراقي أو ترشيح شخصية حقيقة لرئاسة الوزراء. أما الحراك الذي يقوده الإطار الشيعي في الساحة السياسية اليوم بمساع تهدف إلى ترميم العملية السياسية بعد طول تصدع شهدته بسبب الخلافات، فاليوم يرى المتابعون أن الاتفاق هو السمة البارزة في المشهد الحالي، وترجيحاتهم تشير إلى انفراجة قريبة وتغيير الوضع الراهن. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف من الحصاد نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، عضو ائتلاف دولة القانون السيدة عباس عبود. أهلا بك أستاذ عباس، وكذلك ترحيب بأستاذ العلوم السياسية الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشاذر. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بالصوت والصورة من بغداد. وأيضا بعد قليل سيكون معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شيخ رؤوف، سينضم معنا عبر سكايب من السليمانية. ونبدأ معكم سيدة عباس، هل من جديد بخصوص أي مفاوضات، أي توافقات مع بقية الأطراف السياسية ما بين الإطار وأي طرف سياسي خصوصا سيادة أو التحالف الكردستاني أو الأطراف الكردية؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولضيوف الأكارم وللجمهور الكريم. حقيقة المفاوضات مستمرة، طبعا المفاوضات شاقة منذ إعلان نتائج الانتخابات اليوم العملية السياسية، لكن الفترة الأخيرة كان هناك فتور بشكل كبير. مستمر الحراك السياسي، استمر في أصعب حراك سياسي بتاريخ العراق، يعني اللي بيصير المخالات اللي قاعد تصير والمفاجآت اللي تتحصل خلال المفاوضات، تسرب للإعلام قسم في طي الكتمان. اليوم المفاوضات أو المباحثات أو التفاهمات داخل الإطار التنسيقي باعتباره هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان باعتبار هو ممثل الشيعة المكون الأكبر، وبين الإطار التنسيقي وبين باقي الكتل السياسية اللي هي الكرد السنة. المفاوضات أو المباحثات أو التفاهمات بين الإطار وبين باقي الكتل السياسية سهلة ويسيرة واضحة، يعني الناس أسهل من سابقتها بالدورات البرلمانية السابقة كانت بها بعض الصعوبة، يعني واضحة مطالبهم، الكرد مطالبهم واضحة، السنة مطالبهم واضحة، والإطار التنسيقي أيضا حدوده واضحة، يمتلك خبرة وعمق في تأسيس دولة ما بعد 2003، وخبير في شؤون التفاوض مع هكذا ملفات، وما راح يعاني صعوبة فيها. الصعوبة في اختيار رئيس الوزراء، في تحديد من يقود العراق للمرحلة المقبلة وكيف سيكون شكل القيادة للعراق. مو مبكر الحديث عن قضية من سيكون رئيس الوزراء، النقطة الأهم بينما يجب مناقشة حاليا كيف يكون التوافق وما هي أهم نقاط التوافق التي تجمعكم ليس بالشخص مع بقية الأطراف. قبل الأطراف ماكو مشكلة، الأطراف مجرد دخلوا بالجلسة البرلمانية وصار اتفاق شكلت خارطة جديدة، خارطة سياسية جديدة، فما مشاكل كبيرة، لكن المعضلة الأكبر يعني الامتحان الأكبر من سيكون رئيس الوزراء، ما هي مواصفات رئيس الوزراء، ماذا نريد للمرحلة المقبلة، هل يحكم العراق بنفس الطريقة ونفس الأدوات ونفس الآليات التي حكمت ما بعد 2019
أو الدورات السابقة؟ بشكل عام يعني راح تكون هنا خارطة جديدة، نتحدث عن ملامحها وتفاصيلها، لكن بعد أن أتوجه بالسؤال إليكم دكتور صالح، أهلا بك دكتور مرة أخرى، وبرأيك شنو راح يكون شكل الحكومة المقبلة؟ هل هي حكومة توافقية بامتياز تتمتع بشراكة وطنية كما يشار إليها من قبل الإطار الشيعي؟ نعم، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة بلادي. بالتأكيد بعد انسحاب السيد الصدر حقيقة من العملية السياسية أصبح هناك المشهد أكثر ضبابية وأكثر انسدادا من وجهة نظري، باعتبار أنه ما كان يعني حقيقة يعاب على التيار الصدري بتحالفه مع الجانب السني والجانب الكردي، أصبح الإطار الآن هو يعني باتجاه هذا الموضوع، وأعتقد أنه سيواجه صعوبة كبيرة في هذا الموضوع باعتبار هنالك تنازلات كبيرة جدا سيعطيها الإطار التنسيقي إذا ما ذهب بنفس الاتجاه أكثر مما أعطاها التيار الصدري، ولذلك أعتقد أن الحكومة المقبلة ستكون إذا ما كانت هنالك فيها جانب توافقي ستكون هشة، وأعتقد أنها ستكون قريبة بحكومة السيد حقيقة الحكومة عام 2018 التي بسرعان ما حقيقة ظهرت هناك تظاهرات في الشارع العراقي وبالتالي أدت إلى الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة. أنا من وجهة نظري أعتقد أن تكون هناك نذهب باتجاه انتخابات جديدة وأن يبقى الوضع كما هو عليه بتسيير الأعمال للحكومة الحالية باعتبار أن هناك لديها فسحة مالية بقانون القانون الطوارئ الذي يشمل الجانب حقيقة الغذائي، وبالتالي نستطيع أن نتفهم بعض أكثر وأن تكون هناك مخرجات جديدة بالانتخابات القادمة حتى تكون هناك حكومة تمثل العراق ككل وتكون حكومة لمدة 4 سنوات رصينة ومتينة. نعم. أيضا نرحب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شخراوف ينضمنا عبر سكايب من سليمانية. أهلا بك سيد برهان، وأود أن أستفسر منك يعني هل من جديد بخصوص أي تفاوضات أو توافقات ما بين الاتحاد والديمقراطي؟ تحية لك ولضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. حقيقة التفاهمات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هناك لقاءات مستمرة ومبادرة من قبل رئيس إقليم كردستان في الشهر الماضي لترتيب وجهات النظر والوصول إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية من داخل البيت الكردي، وكان هناك مشاكل أخرى وخلافات أخرى بين الحزبين بخصوص الانتخابات المحلية وإدارة ملف النفط والغاز وعلاقات مع الحكومة المركزية، كان هناك اتجاه المكتبين السياسيين لحل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر. وبالنسبة لرئاسة الجمهورية حتى هذه اللحظة كل حزب على مرشحه، ولكن مع تطور الأحداث في داخل مجلس النواب وخصوصا بعد انسحاب واستقالة النواب الصدرية وإلاء مكانهم وأداء النواب الجدد اليمين التصويرية، هناك خارطة سياسية جديدة في العراق داخل مجلس النواب، وعلى ضوء هذه التطورات يمكن أن يأخذ الحزبين قراري حول منصب رئيس الجمهورية بمرشح واحد أو بمرشحين كما حدث في تجربة 2018 بمرشحين مختلفين، ولكن إذا لم نصل إلى صيغة مشتركة أو مرشح مشترك بالتأكيد سيتجه الإدارة إلى مجلس النواب وسيحسم ذلك إلى مجلس النواب العراقي، ولكن تمنياتنا ولقاءات مستمرة بين الجانبين نتمنى أن نصل إلى مرشح واحد لفوز انتخابات الرئاسة. لكن سيد برهان، ماذا إن طالت التفاهمات والتفاوضات ما بين الأطراف الكردية؟ هل سيتسبب الأكراد بتأخير تشكيل الحكومة وقوى الإطار الشيعي؟ اليوم تؤكد أنها تنتظر الأطراف الكردية لحسم موقفها وحسم قضية رئاسة الجمهورية حتى تذهب بالتوافق لتشكيل الحكومة. نعم، كما قلت يعني جواب السؤال الأول، إذا لم يحسم هذا داخل بيت الكردي فسيحسم داخل مجلس النواب مسألة الرئاسة الجمهورية، والخلاف هو المشكلة الأخرى انتهت، يعني هو الاتفاق الثلاثي وما يسمى بجبهة إنقاذ الوطن، لكن هناك كما قلت حدث خلاف كبير في مجلس النواب العراقي، هناك مستجدات جديدة وأملنا أن
يتناقض وحضور رئيس حزبنا السيد طارق جلال الطالباني خلال الايام السابقه واجتماعاته المستمره مع القوى في اطار التنسيق والمكونات الاخرى هو خير دليل على اصرار الاتحاد الوطني الكردستاني من اجل انهاء الانسداد السياسي في البلد وقدما بالتشكيل بالحكومه والانتخاب رئيس الجمهوريه وتحمل المسؤوليات الكبيره امام حكومه جديده لحل المشكلات والاخطاء الكبيره الموجوده على الساحه العراقيه لقله الخدمات والظرف الامني لكثير من المشكلات في التغيير المناخي في التصحر مشكلات وتحديات كبيره يواجهها العراق ويحتاج الى حكومه جديده وحكومه توافقيه رشيده بمشاركه جميع المكونات الشعب العراقي والكل يساند هذه الحكومه من اجل تحمل مسؤولياته وتغيير تغييرا كبيرا في اداء الحكومه و انهاء هذه الانتكاسات السابقه في تقديم الخدمات وتوفير الامن والاستقرار للعراق والدفاع عن سياده العراق وتدخلات القوى الاستقرار والقصف التركي المتكرر للاحياء للمناطق العراقيه على طول الحدود هذه امور يحتاج الى حكومه وطنيه رشيده قادره على ان تتحمل المسؤوليه وان يكون رئيس حكومه قوي لديه سند برلماني قوي ومدعوم يستطيع أن ينفذ البرنامج يحكم وقرارات شجاعة وجريئة من أجل الدفاع عن العراق. طيب بعد لك سيد عباس، أنت ذكرت أنه هناك ملامح خارطة سياسية جديدة كما ذكر هذا الموضوع وأكد السيد برهان. نعم. شنو أهم ملامح هذه الخارطة السياسية؟ شنو اللي ممكن يتغير؟ الخارطة على نوعين، تحالفات تغيرت، مسار التحالفات يعني قبل انسحاب السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري كان معروف انه التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي. نعم. اليوم التحالفات تغيرت وبالتالي المسارات ايضا تغيرت. يعني كان مشروعين، مشروع التوافق ومشروع الاغلبيه. هذا الى اي درجه راح ياثر بتشكيل الحكومه؟ هذا انحسم، اليوم احنا امام ثلاث مسارات وقلت لك الامتحان الاكبر والاهم هو كيفيه اختيار رئيس الوزراء وكيفيه تشكيل الحكومه على اعتبار السلطه التنفيذيه تتركز في تشكيل الحكومه. طيب هناك الاطار الشيعي اكد انه وضع مواصفات انه من اهمها وابرزها يجب ان يكون رئيس مجلس وزراء شخصيه قويه وصاحب كاريزما، لكن راح تشركون التيار الصدري باختيار رئيس الوزراء؟ هي هذه قضيه، القضيه ثلاث مسارات. نعم. لازم يتم اختيار مسار واحد، اما نمضي في حكومه واجبها مؤقته خلال سنه او اكثر، واجبها تشرع قانون انتخابات واجراء انتخابات مبكره يعني خلال سنه خلال سقف زمني معين، هذا يعني راي مطروح. الراي الاخر يكلف شخصيه مستقله برئاسه الوزراء، يعني يقول لك شخصيه مستقله لا تستفز الشارع، لا تستفز التيار الصدري، تكون مرضي عنها خارجيا وتمشي العراق هذه الفتره. يعني من اللي ترشحون السيد نور المالكي؟ المسار الثالث او الخيار الثالث، انا اقول لك ثلاث خيارات. انه تكون حكومه مخضرمين، يعني يقود الدوله العراقيه شخص مخضرم يحظى بقبول دولي خارجي، يحظى بدعم كل الاطراف، يحظى بمقبوليه شعبيه. اكونيه لترشيح السيد المالكي؟ يحظى بخبره، لحد الان ما انطرح ترشيح السيد المالكي، تنطرح المواصفات، ماذا نريد احنا بالضبط؟ احنا ماذا نريد؟ وما هي الشخصيه التي القادره على قياده العراق في هذه المرحله الصعبه؟ طيب دكتور صالح، برايك وفق كل هذه المعطيات التي ذكرت، ايش قد راح تطول الحكومه المقبله؟ نعم، اعتقد ان الوقت في العراق لا ليس له علاقه بالتوقيتات الدستوريه، بالتالي من الممكن يعني 60 يوما كفيله باختيار حكومه اذا ما هنالك كان توجه من قبل الكرد لاختيار رئيس الجمهوريه. فبالتالي يعني حدود 60 يوما من الممكن ان يتفق الاطار الشيعي على تسميه رئيس وزراء، ولكن من هو رئيس وزراء مثل ما تفضل الاستاذ عباس، من الممكن ان يكون هنالك حقيقه حتى اذا كان المالكي، اعتقد هنالك ستكون تحفظات كبيره وبالتالي سيعطل عمل المالكي اذا ما تصدر الى هذه المرحله. وانا من وجهه نظري ان يكون يعني هناك شخصيه مستقله خارج نطاق الجانب السياسي، واتمنى ان تكون شخصيه اكاديميه مختصه في هذا الجانب حتى نمضي باتجاه تشكيل. طيب. نعم تفضل. عذرا دكتور، لكن في حال تمكنت الاطراف السياسيه من تشكيل الحكومه باي شكل كانت تريده، شنو المده يمكن راح تستمر هاي الحكومه؟ فعلا 6 أشهر او كما يتوقع البعض سنه؟ حسب طبيعه تشكيل الحكومه وحسب طبيعه القياده السياسيه التي تتصدر لقياده الحكومه، اذا كانت هنالك قياده مهنيه تستطيع حقيقه تقديم الخدمات خلال اول 3 أشهر وبالتالي
تستطيع أن تجذب المواطن العراقي لصالحها ولصالح عملها، بالتالي أعتقد أنها من الممكن أن تمضي، وإذا كانت كسابقاتها بالتالي ستسقط خلال أول 6 أشهر. نعم. طيب أعود لك سيد برهان، وفقا للحراك الدائر بين الأطراف الكردية لاختيار رئيس الجمهورية من أجل حل الأزمة والذهاب إلى تشكيل حكومة وإن شاء الله تنتهاء الأزمة، لكن من هي الشخصية الأقرب حاليا لتولي منصب رئاسة الجمهورية؟ هل ستكون من الاتحاد أم من الديمقراطي؟ نعم، حصة رئاسة الجمهورية هو كما معلوم هو للمكون الكردي وداخل البيت الكردي للاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2005، وهناك كل الرئاسات الجمهورية من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك اتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني، وكان مرشحنا الوحيد هو دكتور برهم أحمد صارع الرئيس الحالي. ما زلتم مصرين على ترشيح كاكا برهم؟ نعم، وهو من قيادات ورجالات مهمة في الدولة العراقية منذ كان نائبا للرئيس الوزراء وزيرا للتخطيط وفي إقليم كردستان لفترات مختلفة، كان هو رئيس لوزراء حكومة إقليم كردستان، وله شخصية نزيهة ومعروفة بالنائب الوطني بصفة واحدة جميع تكونات الشعب العراقي، وخلال فترة الشهير باسترداد الأموال المنبوبة المبيضة إلى خارج العراق واستدادها إلى العراق وكثير من القوانين المهمة الأخرى، وهذا ما يجعلنا أن نصر على بقائها كمرشحنا وإختياره من القضاء الوطني العراقي، وأملنا أن يكون خلال جلسات الأولى لطلب مجلس النواب العراقي أن يكون رئيسا للعراق ويكلف المرشح الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. سيد عباس، شلون ممكن للتحالف او الاطار الشيعي ان يعني يتعامل مع الخلافات الكرديه حاليا وقضيه رئاسه الجمهوريه؟ هي العصره في الموضوع في عجله تقدم العمليه السياسيه، ممكن ان تمضي هذه الازمه بمجرد الخطوه الاولى هي اختيار رئيس الجمهوريه. حقيقه من تقاليد العمليه السياسيه خاصه الدوره البرلمانيه الرابعه والثالثه تقريبا والخامسه ايضا، صار وحتى بعد 2021 صار احترام للبيوتات، يعني خيارات البيت الكردي الشيعة ما يدخلون بها، وكذلك البيت السني يتفقون الكرد على شخصية الشيعة ما يدخلون بمن هذه الشخصية التي يتفق عليها الكرد، هو خيار الكرد هذا، لكن في حال لم يتوصلوا إلى خيار مثل ما قال السيد الضيف أنه يختارون شخصيتين مثل ما صار فؤاد حسين وبرهم صالح ب 2018 يتم تصويت عليهم على المستوى الوطني يعني ككل. نعم. ما اتفقوا، احنا عندنا توقيتات دستوريه وعندنا استحقاقات لاحقه، وظلوا ما متفقين وظلوا شخصين يحالون الى مجلس النواب ويتم التصويت على هؤلاء الشخصين على المستوى الوطني، ومن يحظى بالاغلبيه هو يصبح رئيس الجمهوريه، لكن في حال تمكن البيت الكردي وهذا افضل خيار من الاتفاق على رئيس جمهوريه ويمضون الكرد برئيس جمهوريه خيار واحد سيسهلون الامر عليهم وعلى باقي الكتل السياسيه. عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ عباس عبود، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر لكم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشدر، كنت ضيفا كريما، شكرا لك دكتور. شكرا لك. والشكر كذلك لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شيخ رؤوف، كنت معنا مباشرة عبر سكايب، شكرا لك سيد برهان. شكرا جزيلا. مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. شكرا أستاذ. أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، مشاكل العوائل العراقية والدولة عاجزة عن إيجاد الحلول بالرغم من أنها حلول بسيطة. إذن مشاهدينا، يطالب مواطنون الدولة بوضع حد لارتفاع العقارات وأسعارها في بغداد التي باتت ترتفع يوما بعد آخر
بتشريع سقوف عليا لأسعار البيع والشراء والإيجار كذلك، والتي أرهقت كاهل المواطن البسيط. إذا مشاهدينا في ملفنا الثاني من الحصاد نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نتابع سوية تقرير الزميل علي حبيب. إلى مستويات قياسية ارتفعت أسعار العقارات في بغداد لحد تجاوزت الأرقام الخيالية، ارتفاع غير مسبوق تركز في مناطق بغداد الرئيسة والتجارية. ففي الحارثية مثلا وصل المتر المربع الواحد 22 مليون دينار، والمنصور 19، وفي المجمعات السكنية فيزيد عن 1000 دولار، أسعار يجدها البغداديون خيالية أمام مدخلاتهم المالية ومستوى خدماتها إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول أخرى. والله عمي عندنا الأسعار بالعراق أغلى من نيويورك، وأغلى من واشنطن، وأغلى من اليابان طوكيو، وأغلى من باريس، نعم مبالغ بها، وأعلى من العالية، أعلى من العالية، كن على ثقة. تكدس السكن في مناطق قليلة وتزايد النمو السكاني باضطراد وندرة المشاريع العمرانية أسباب دفعت لزيادة العرض والطلب نتيجة قلة التنافس بين مشاريع السكن، فضلا عن البيروقراطية التي يعاني منها الاستثمار في السكن ووصول المجسات السياسية إلى هذا القطاع في وقت بلغت فيه الحاجة لحل هذه المشكلة ما يزيد عن 3 ملايين وحدة سكنية وفق إحصائيات رسمية. أزمة السكن ما تنحل إلا أنه وزارة التخطيط تنظر، وزارة الإسكان تنظر بعين الاعتبار أنه كل موظف أو كل مواطن ما عنده قاع تمنحه قدر الإمكان 100 متر، 100 متر ما يريد شي المواطن، بس تمنحه عقار، تمنحه يعني تطيفة قرض حتى يقدر يبني وتستقطع من راتبه. ومع هذا الارتفاع الفلكي لأسعار العقار في بغداد، أضحى شراء دار أو قطعة أرض حلم صعب المنال لدى الكثيرين، فالأسعار الباهظة تقفز حاجز قدرة العراقيين، وهذا ما قد يدفع البعض منهم إلى الشراء في دول أخرى. علي حبيب، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن الملف الثاني من الحصاد نرحب بضيفنا الكرام في الاستوديو الباحث بالشأن الاقتصادي السيد مهند العماري. أهلا بك سيد مهند، وترحيب أيضا بالباحث والأكاديمي الأستاذ نبيل العلي، انضمنا بالصوت والصورة بغداد. أهلا بكم أستاذ نبيل. أبدأ معك سيد مهند، معقولة أسعار العقارات اللي نسمع بها مقابل خدمات توصف بالبائسة، لا كهرباء لا ماي، شوارع محطمة، معقولة هذه الأسعار؟ السلام عليكم، تحية لكم ولجميع العاملين في هذه القناة، وتحية إلى أهلي في ربوع هذا الوطن من زاخو إلى البصرة. حياكم الله يحفظكم. أزمة العقار ليست جديدة على هذا البلد، وتفاقمت بالآونة الكبيرة بشكل كبير جدا. العقار في العراق هو من أغلى الدول في العالم، ليس بال 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 بالمنطقة العربية لكن بالعالم، إضافة لما تفضلتم به من سوء الخدمات وهذا الارتفاع بالعقار الكبير جدا والمبالغ به بشكل لا يوصف. وأسباب هذه الأزمة واضحة وجلية، إحنا راح نبين الأسباب معكم ونبين المعالجات الممكنة. طيب. السبب واحدة من أهم الأسباب هو عدم وجود إرادة حقيقية لإدارة هذا الملف وحسمه. من عام 2003 ولحد الآن لم توزع أي قطع أراضي، لكن الحكومة حاليا سوت مشاريع استثمارية، بنت عمارات سكنية وغيرها، محلت زي ليش محلت هاي الأزمة؟ بنت مشاريع استثمارية. أولا المشاريع الاستثمارية والفرصة الاستثمارية تتحدث على جنابكم الطيب لا تمنح إلا لمجموعة خاصة. أنت اليوم أستاذ بشار أنا هسه أدعوك أن تروح تحصل فرصة استثمارية لبناء مجمع سكن، إذا حصلتها عود ليش الساعة نتفاهم أمام الشعب كله. هسه أنا جاي صدق، شلون تطرح هاي المشاريع؟ هذه واحد هسه أنا ما أعرف شلون تطرح، يعني هاي تم الإعلان عنها؟ لا يتم إعلان، هي مباشرة. ثاني شيء وين تمنح؟ تمنح لمجموعة خاصة وتبنى في قلب بغداد في أرقى المناطق. المشكلة وين الكارثة؟ ما يخالف امنح قطعة أرض،
بس المفروض غير تحدد السعر. استاذ بشار، هل تستطيع من الطبقه الوسطى هل تستطيع شراء وحده ب 405 الف دولار 620 مليون دينار عراقي في بوابه العراق؟ هي الدوله تعطي يمكن هيئه الاستثمار هذه قطعه الاراضي نعم. الضخمه وتمنحها مجانا للمستثمر. نعم مجانا للمستثمر. نعم وين بده ينطون اياها؟ ينطون في قلب بغداد وفي مناطق مخدومه. واضافه لذلك لا يحدد سعر الوحده ومجانا. زين، اكو طبقه فقيره او طبقه متوسطه، طبقه المتوسطه اللي تعاني من ازمه السكن. سكن نعم، هل تستطيع شراء قطعه شراء وحده سكنيه ب 250 مليون دينار عراقي؟ بوابه العراق 405 الف دولار 615 مليون دينار عراقي الوحده السكنيه في بوابه العراق. هذا هسه احنا متفقين لو لا؟ اذا هل هاي تسميها حل ازمه السكن؟ هاي وحده. لا خلينا نرجع للاسباب قبل ما نتحدث بالحلول الأسباب. الغير نعم الغير نعم حقيقيه الأسباب. دعني انتقل الى سيدنا نبيل ايضا. اهلا بك مره اخرى سيد نبيل، وبرايك شنو اسباب ارتفاع اسعار العقارات والاراضي ببغداد، ومن المسؤول عن هذا الارتفاع الغير معقول باسعار البيوت والاراضي ايضا؟ نعم يعني بالبدايه تحيه لكم ومتابعيكم الكرام، ايضا تحيه للضيف الكريم. بكل تاكيد يعني ازدياد النمو السكاني يعني هذا شكل تحدي، يعني باعتبارك حاجه مستمره الى مزيد من الوحدات السكنيه. انتقلت يعني ممكن كانت بوادر ازمه السكن منذ التسعينات، يعني منذ النظام السابق كانت هناك بوادر لازمه من السكن يعاني من عندها بعض الناس. عدد العوائل كانت في سنة 2003 تقريبا أو 2002 بحدود 3.8 مليون عائلة، في حين إحنا اليوم عندنا تقريبا ما يعادل 8.5 مليون عائلة. يعني إحنا بتقديراتنا أنه قد صعدت، يعني صعدت عدد العوائل اللي تحتاج الوحدات السكنية إلى أكثر من ضعفين. هذا بالتالي انعكس، يعني انعكس على نفس الوحدات السكنية خلال هالفترة 17-18 سنة ما كانت هناك استراتيجيه حقيقيه للوحدات او انشاء وحدات سكنيه، اذا نريد نفصلها بعدين لاحقا. لكن اللي صار شنو؟ انه الوحدات السكنيه نفسها تقسمت لتغطيه هذه الحاجه. يعني الوحدات السكنيه مثل ما تعرفون في بغداد وفي محافظات اخرى، الوحدات السكنيه نفسها تقسمت الى نصف، صارت وحدات اثنين او صارت ثلاث وحدات واربع وحدات ممكن اكثر في بعض الاحيان، في محاوله لتغطيه هذا الفجوه العجز بالوحدات السكنيه. كذلك انتشار العشوائيات اللي عندنا اكثر من 3000 حي من العشوائيات تغطي اكثر من 3.5 مليون ساكن من العشوائيات في هذه الاحياء بحدود 200 الف او 300 الف منزل وممكن يكونون اكثر. هذه كلها يعني العشوائيات كل هذه حاولت تغطي الفجوه العجز. طيب لكن سيد نبيل عذر المقاطعه، يمكن قضيه النمو السكاني وازمه سكن موجوده بالكثير من دول العالم، لكن ما تعتقد انه مو مثل اسعارنا المبالغ بها بشكل غير منطقي؟ نعم، الاسعار يعني احنا تحدثنا هسه عن حجم الطلب، يعني حجم الطلب مقارنه بالمعروض، هذه واحده. المشكله الثانيه اللي حدثت اللي هي ممكن سببت نوع من انواع الارتفاع الاسعار، طبعا انت ما عندك اي نوع من انواع التوزيع او البيع، يعني محدوديه التوزيع ومحدوديه البيع اللي هي منتهجتها كل الحكومات السابقه منذ 2003 الى اليوم هي فاقمه المشكله. نعم. وزادت المشكله هي قضيه القروض السكنيه والقروض المبادرات من البنك المركزي، زادت من المشكله من حيث الاسعار. لان يعني انت من دا تعطي قروض وتمنحها للقروض، المقترض يحاول يلقي له ارض، فوين دا يركز؟ دا يركز على نفس العقارات اللي هي موجوده، يعني العقارات الموجوده سابقا بيت 300 متر دا ياخذ من عنده 100 متر وده يحاول ياخذ عليه قرض من الصندوق الاسكان. طيب. او نفسه ده يحاول يشتري من ياخذ قرض لتغطيه شراء من المبادرات البنك المركزي وغيرها. كذلك المجمعات السكنيه، القروض المركزه والموجهه باتجاه المجمعات السكنيه، قروض البنك المركزي اللي هي حدود 100 و150 مليون، قد زادت من حجم الطلب على هذه المجمعات، مما جعل او خلى المستثمرين يزيدون اسعارهم باعتبار هناك طلب متزايد على شراء مثل هذه الوحدات. طيب. بسبب وجود القروض من هذا النوع. يعني وحده من الاساليب اللي حاولت الحكومه انه او الحكومه او البنك المركزي وضع حلول لتغطيه الحاجه لتغطيه السكن في غياب وجود قطع اراضي ممكن تساهم بعمليه التوسعه الافقيه في مجال السكن. طيب. ساهمت بارتفاع نفس العقارات خصوصا في مدينه بغداد. نعم. إذن الحلول يمكن كان ردها عكسي ونتائجها عكسية على هذه الأزمة، لكن بناء مجمعات سكنية اللي تحدثنا بها
القروض اللي ذكرها سيد نبيل مو كان المفروض تحل جزء من هاي الأزمة؟ تحياتي لأخي الأستاذ الفاضل أستاذ نبيل وأحييه جدا وما ذكره جميل. المشكلة قال غياب استراتيجية. هسه هي متعمدة أو غير متعمدة هاي نتركها للسلطات الرقابية تحقق بها. لا ما نتركها. بس لا 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 ما نتركها. متأكد إنه هو متأكد أنا متعمدة. قضية أزمة سكن. متأكد بقى. أنتم كاقتصاديين أو غير تجارب اقتصادي الموضوع. حلول لأزمة سكن. يمكن دلال. دلال من دلالين العقارات. ما يعرف يلقى مجموعة حلول. واحد من الأسباب الرئيسية ذكرها الأخ العزيز قال أكو طلب ماكو عرض. اثنين. السبب الثاني غسيل الأموال. بالمبالغه باسعار. ثلاثه عدم وجود قطع اراضي، يعني انت من ال 2003 احنا نعرف هسه قطع اراضي ما موجوده لكن صحراء، العراق موجوده صحراء. وانا وين اقول؟ بعمل الحلول. خليني اوقفك عند نقطه غسيل الاموال. لا لا خلينا نجي للقروض بعدين غسيل الاموال. لا لا قبل القروض وقفتنا هسه غسيل الاموال. هاي النقطه حاليا يقال انه قضيه غسيل الاموال بالعقارات يعني اصبحت يعني قضيه واسعه وجريمه واسعه بشكل كبير. دا يجي مشتري اشخاص غير معروفين دا يشتري المتر ببعض المناطق دولار. لا 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 بعض المناطق لا هاي مناطق متوسطه 10000 دولار و 15000 دولار وصلت. نعم نعم وراح توصل 20000 دولار. من دا يشتري العقار يمكن دا يشوف سعره غالي دا يفرح من يشوف سعره غالي، ما دا يعامله حتى يخفض سعره بدون تفاوض. ده يشتري هذا العقار بمبالغ واحدة من الأمور الكبيرة. احكي لي بقضية غسيل الأموال شلون تصير بشراء العقار؟ الأموال اللي تحصل بطريقة غير شرعية شلون أنا أدخلها للسوق؟ تدري أكو نظام رقابة دولي ونظام رقابة وطني. لكن أموال طائلة يعني أموال بعض العقارات هذه مرة 10 ملايين دولار. ما راح اشترى العقار، اشترى العقار ولذلك شوف التعاملات بيع وشراء بالعقارات. يشتري اليوم جاب 100000 دولار فرضا. اشترى بهذا العقار، هاي 100000 دولار ما يقدر يوزعها للسوق، لا يقدر يدخلها للمصارف ولا يقدر لانه راح يسال منين تجي تدي اكو نظام رقابه ولا يقدر يحولها خارج البلد. يروح يشتري بها عقار، من يشتري بها عقار ورا 6 شهور يبيع العقار انتهى. بعد من يروح المصرف هاي الاموال منين اجتك؟ بعت العقار المرقم هالقد السند الموجود الفلاني دخلت انغسلت الاموال. هذا شو تسوي؟ الصاعد قيمه العقار. هذه وحده من الكوارث اللي يجب انه تحل. بعد القضيه الثانيه قلت القروض ذكرها زميلي جدا ساهمت. انا ايش قدمت مقترح حل الى البنك المركزي في اكثر من حل ولكل بنوك العراق الوطنية والأهلية. شنو هو الحل؟ ما تعطي قرض، لا هذه حكومة تشتري هي أرض البنك المركزي أو بنك أو الرافدين مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد أو المصارف الأهلية، تشتري أرض من الدولة، الدولة تعطيها أرض. شو يبيع؟ يبيع وحدة، المصرف يكمل الوحدة ويبيع وحدة. المن باعها؟ باعها للموظف اللي عنده، باع للأساتذة، باع للمعلمين، باع هذا مضمون راتبه من المصرف. ما يحتاج حتى كفيل، راتبه عند المصرف والوحدة مالت المصرف يعطيها ويخليها مشروطه ما يحول لها، يسدد قروضها كامل يحول لها. سوى فتح مساحات جديده، فتح جاب انطى خلص شريحه، ما راح يصير ضغط. ال 300 متر تقسمت 56 متر، عندنا هسه بيوت 35 متر على بالشخاط شايفها انت. هذا انا ما ادب لهم على المواطن، المواطن وين يريد يروح؟ انا وانت نريد نسكن نأمن جهان، يريد يخلص من الايجار. راتب مليون دينار، اذا يدفع من عنده 500 بعد هذا الوسط طبعا هي اغلبها راتبها 500 و600. اذا الحلول بسيطه مثل ما تفضلت. ارجع لك اراده حقيقيه، اراده حقيقيه واداره. موجودة الاراده حاليا؟ لا ما موجوده، لا توجد اراده حقيقيه ولا توجد اداره. يجب ان نتفق على مبدا واحد، الفساد هو من ينخر كل قطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري وازمه السكن في العراق. حلها بسيط ونستطيع ان اذا رجعتنا الى قضيه غسيل الاموال. سيد نبيل، غسيل الأموال بشراء العقارات الباهظة الثمن واللي صعدت أسعارها بشكل مضاعف، ألا يمكن متابعتها من قبل الجهات المهتمة بهذا الموضوع؟ نعم، يعني إحنا ما عندنا نظام تتبع الأموال أو من أين لك هذا، أو مثل ما تقول نظام رقابي شامل على موارد الأفراد العراقيين. يعني ممكن أكو نظام محدود يعني تبع المسؤولين مثل كشف بالنزاهه بهيئه النزاهه من كشف الجريمه الماليه، وهم يمكن يعني ما اعرف عن المستوى. هي الاسماء يعني اللي تشتري العقارات الغاليه مو اسماء معروفه، لكن حتى في قضيه يعني هسه ممكن الاستاذ الضيف تحدث عن العقارات مثل الكبيره وشون طريقه تبييض اموالها، وانا اوافق الراي. لكن حتى على مستوى العقارات الصغيره والقطع، انت اليوم اي شخص عنده مبلغ معين من المال، خلينا نقول 50 مليون 100 مليون اقل او اكثر، في غياب وجود انه شلون اشغلها، يعني وين اشغلها؟ دائما عاده المشاريع الصغيره تروح تفشل،
فمع وجود انطباع انه العقارات تستمر بالارتفاع، صعدت بحدود 15 ضعف من سنه 2003 لليوم، فهو شيء يحول دائما يحول فلوسه وين باتجاه وين؟ باتجاه الملاذ، يعتبره نوع من انواع الملاذ الامن. احنا ما عندنا ثقافه مصرفيه ممكن لاسباب فقهيه وما غيرها يعني يخلي فلوسه وممكن يتربح من عندها، يعني وين كان هي موضوع بجدوى اقتصاديه لكن باشكال فقهي هذا باب. فوين يتجه بالعاده الناس؟ يعني مدخرات الناس بالعاده وين تتجه؟ الى شراء العقارات. فكانما انه ما عندك مشاريع تغطي، يعني تغطي حاجه انه هاي المشاريع المبالغ الصغيره او المتوسطه تروح باتجاه تنميتها باتجاه مشاريع معينه او قطاعات تجاريه معينه، فوين تتجه؟ باتجاه شراء العقارات. فهذا هم راح يساهم بعمليه زياده على الطلب، زياده على الطلب اللي ينتج نوع من انواع ارتفاع الاسعار. يعني اسباب عديده متعلقه بقضيه ارتفاع الاسعار، حتى قضيه السياسه النقديه. يعني انت اليوم عندك سياسه نقديه هي تساهم بعمليه ارتفاع الاسعار. يعني احنا على سبيل المثال في سنه 2020 كان مجمل النقد المصدر بحدود 55 تريليون. يعني مجمل النقد المصدر طيب. من 2003 لغايه 2020 بدايه 2020 55 تريليون. اليوم من 2020 لغاية 2022 وإحنا بعدنا في منتصف السنة وصل الدينار المصدر ما يقارب 88 تريليون. هذا الزيادة بالنقد، هذه النسبة الكبيرة بزيادة في النقد للشارع وين هتروح؟ طيب يعني وين هتروح؟ هي ما راح تروح، لا حتروح طيب. على حسابات مصرفية إذن الأسباب ولا تروح على مدخرات والمشكلة بالعادة تروح على شكل تضخم للأسعار. بس اسمح لي، بالعادة تذهب نعم. على شكل تضخم الأسعار نعم. واحدة من أبرز المستفيدين من هذا التضخم هو قضية العقارات، يعني باعتبارك إذن المشكلة مشخصة سيد نبيل. خلينا نرجع مع سيد مهند للحلول، يعني باختصار شنو أهم الحلول؟ مشروع داري مكان يفترض أيضا أن يكون حل هذه الأزمة، وين صار؟ كل الحلول اللي نسمع بها هي كلمات، عندنا حلول من 2008 راح نسوي 10 في 10، راح نسوي كذا، ما عندنا مشروع سكني واحد نجح عدا بس ماية، وهم دي يحاولون بس ماية بس ماية كان وحيد كان الذي يجب يعني مشروع نموذج لحل أزمة نعم. السكن يعني نعم. ممكن أن يتم التعاقد مع شركات وإنشاء مجمعات سكنية مماثلة لمجمع بس ماية وتنحل الأزمة. عندنا عدة حلول. الحل الأول الاتجاه إلى البناء العمودي بمنح فرص استثمارية متيسرة للجميع، للأستاذ نعم. نبيل، الأستاذ بشار، لأشخاص معينين أبداً. أنت طيب. عندك هاي قطعة أرض أجهزة وتدري بغداد صحراء، ما يحتاج لا. أن أنطيها بالمنصور وحول أرض تجارية تسوى مليارات الدولارات أصلاً مجمع سكني، لا، مثل بس ماية أخرجها خارج أطراف المدن، هم أحييها هم أسوي خدمات، ما أضغط على أمانة العاصمة وخدمات العاصمة. بس ما يعتبر مشروع نموذجي فيما لو اكتمل بناءه وأنشأت مجاميع مماثلة له؟ هو أنا وين أقول؟ ممكن أن يحل أزمة سكن؟ يحل جزء كبير. الشيء الثاني اللي يحل جزء الآخر توزيع قطع الأراضي. وين المشكلة إذا نوزع قطع أراضي؟ ليش ما نسمع حي المعلمين الجديد، حي الأساتذة الجديد، حي الضباط الجديد، حي الشهداء الجديد؟ مو تعلمنا انه هاي احيائنا صح لو لا؟ نعم. مو ليش انت ما يصير عمليه فرز لقطع الاراضي؟ انت هسه قلت استاذ بشار، انا اسالك ليش؟ قلت صحراء، ليش ما قامت الحكومه بهذا الموضوع؟ هنا التساؤل. انا اتمنى واناشد جميع المعنيين من 2003 ولحد الان نعم. ان يجي مسؤول متمرس هنا يقعد قدامنا بالقناه نقول له وين الصعوبه؟ خلينا نساعدك انا واستاذ نبيل وكل المهتمين بالشان الاقتصادي وبقطاع العقار، احنا خلينا نساعدك ومنشاور الناس شاركهم في عقولهم، وين الازمه اللي عندك بتقطيع الاراضي وتقسيمها؟ ليش ما تمنح الاراضي؟ انت شفت ازمه جامعه بغداد اللي طالبوا باراضي جامعه بغداد بتوزيعها، وين المشكله اذا اوزعها وعندكم الاف الدونمات؟ وين المشكله؟ حتى اعتقد جامعه بغداد دافعين فلوس. هذه مجمع مجمع الاخوه مجمع. في 2013 قالوا لهم يابا راح نبني لكم شقق، دفعوا الفلوس للشقق ولا الفلوس يعني ماكو لهذا اليوم. انت شوف الازمات، الحلول الحقيقيه تحتاج اراده، تجي لجنه مشكله عليا اليوم نطلع على فلان مكان نقطعه، تعال ابو الامانه، تعال ابو التخطيط، تعال لجنه كامله كمل خلال اسبوع انجز هذا الحي، اقسمه اسوي عليه قرعه، هذا للصحفيين، هذا للاساتذه، هذا للمعلمين، هذا للفقراء، هذا هذول الفقراء هم انطيهم. ثاني شيء ايش راح يصير؟ راح يصير عرض كبير طلب من ينطي سلف البنك المركزي. طبعا انا ضد السلف، انا مع من احرك المصارف الاهليه ما جاي تشتغل، تشتري مزاد العمله تربح انت، شنو وظيفه المصرف؟ تنميه. هذا المصرف الاهلي اخليه يروح يشتري اراضي من الدوله ويبنيها ويبيعها بالتقسيط للمواطنين، ما يريد يستربح. ليش ما يريد يستربح؟ لان اراده ثابت
مزاد العملة موجود، ياخذ ما يفكر بحلول استثمار بالقطاع، هاي وحدة ما محتاج الاستثمار. عندنا 100 مليار دولار بالمصارف الأهلية معطلة، 100 مليار دولار هذه المفروض تستثمر في خدمة بالجانب القطاعي والاستثماري، هاي مجمدة. هذه أنا من أريد أشير أستاذ بشار. طيب. مجمل المشاكل اللي عقدت مشكلة الإيقار اليوم، أنا بالنسبة لي الحل جدا سهل ونستطيع حل، بس شريد أريد إرادة وإدارة وإبعاد الفاسدين عن الملفات، كل عقباتنا. طيب. كل حلولنا تصدم بيمن بإرادة بيقول لك من توصل إلى هاي المرحلة، هسه أمانة بغداد ليش ما توزع أراضي؟ أنا أريد يكون الأمين يطلع في اليوم يجاوبنا يقول أنا عندي صعوبة مع الجهة الفلانية، عندي صعوبة مع أستاذ بشار، عندي صعوبة. طيب. مع أستاذ الأخونا الطيب. نعم. يعني أنا أريد أعرف أنه على مود إحنا نقدم له حلول ومجاناً، إحنا نريد نخدم الشعب. كما ذكرت هناك أراضي شاسعة، يمكن سيد نبيل أراضي واسعة في مناطق حزام بغداد وكل المحافظات، ممكن استغلالها للسكن وهي مناطق غير مأهولة وتخصيصات بحاجة لتخصيصات مالية وإيصال خدمات لها وتأهيلها، يمكن إذا تم تأهيلها واستثمارها حل أزمة السكن؟ بكل تأكيد. أنت أي أرض بس تحتاج تصميم أساس في البداية، ماستر بلان حتى. نعم. يعني كتخطيط معمار، تخطيط عمراني. نعم. مسبق حتى تعرف تقدمها وين الأحياء تخليها، شنو خطتك في خدمة هذه الأحياء على الصعيد التربوي والصحي وغيرها من القضايا، والأراضي ما بين الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي المملوكة للناس الزراعية تحديدا، هذه الأراضي الزراعية المملوكة للناس تبدي تقيمها. معظم هذه الأراضي هي يعني متعاقد مع الفلاحين وفق القوانين 117 والقوانين الأخرى اللي هي كلها هي كأنما حق تصرف أو الإيجار، فهي أصلاً كل العقارات أصلاً بالغالب هي مملوكة للدولة ووزارة المالية تحديداً. نعم. يعني أنت عقباتك هي محدودة بهذا الاتجاه، لا يعني هذا محدودة بهذا الاتجاه، يعني لو كانت هناك إرادة وتوجه حقيقي باتجاه قضية توسيع المدن أو حتى. طيب سيد نبيل، أنت أستاذ مهند يتأكدون قضية إرادة، ليش الجهات المعنية ما عندها إرادة لحل هذه الأزمة؟ والله ما أعرف، يعني هذا ممكن السؤال، هذا ممكن السؤال تسأله لهم مباشرة، يعني شنو المشكلة أنت؟ لا سيد مهند يقول أعرف، بجواب أخير سيد مهند. نعم. شنو اللي تعرفه عن هذا الموضوع؟ أعرف وصارح الشعب. أولا هنالك منتفعين وهنالك فاسدين متنفذين يستفادون بآلاف ويتغذون على جراح العراقيين ومآسيهم، فلذلك احنا متى ما نخلص من الفساد وتكون شفافيه، هنالك من يعطل. وبنفس الوقت انت تعرف انه الفساد المستشري على لسان السياسيين والوزراء والجهات الرقابيه واحد من العقبات الكبيره التي تمنع توزيع الاراضي اللي ذكرها زميلي نبيل، قال سهله جدا، وفعلا هي سهله جدا حينما نمتلك اراده لخدمه الناس. من واجب الحكومه ان تراعي الزياده السكانيه، وظائف الحكومه هي خدمه الناس وليس انه انا اجي ابو الامانه يطلع غرمه، يابا انا اريد اكل من حقي انا اسكن. الفساد هو من يمنع. نعم. حل هذه. اريد اضيف جزئيه. طيب. اخيره واختم. وقت ما يسمح. نعم. جداً. واختم انا وياك. تفضل. القضيه انا سؤالي هنا، لماذا لا يوجد اهتمام حقيقي، لا توجد برامج، لا توجد هيئه. انت ذكرت الجواب، الفساد. لا 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 توجد هيئه لاداره السكن. لا. هسه ما يخالف هذا زين، حتى لو الإعمار. حتى وزاره الاعمار تسمى وزاره الاعمار. لكن هل هي عمرت لها شارع بالطرق والجسور؟ هل قسمت لها بحي؟ هل أسكنت الناس؟ واضح فكرتك سيد مهند. دعنا نختتم مع هذا الاستبيان ونطلع نتائج الاستبيان اللي أجرته قناة الأيام، وهل تنجح الإجراءات الحكومية في كبح جماح ظاهرة ارتفاع أو رفع أسعار العقارات في بغداد؟ كانت الإجابات 20% نعم، 75% كلا، و 5% متحفظ. والشكر جزيل لكم الباحث بشأن السياسة الاقتصادية السيد مهند العماري، كنت ضيفا كريما. شكرا لك سيد مهند. وشكر لكم الباحث والأكاديمي السيد نبيل العلي، كنت ضيفا كريما بصوت وصورة من بغداد. والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.